بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة استوديو تحليلي عن مباراة الأهلي وبيراميدز، مباراة من العيار الثقيل. يمكن آخر مباراة لعبها النادي الأهلي كانت من 50 يوم بالظبط. لو حضراتكم متذكرين كانت آخر مباراة كانت بين النادي الأهلي والزمالك وانتهت بالتعادل. يمكن بعدها النادي الأهلي ابتدى بقى يخش في المعارك الأفريقية، وزي ما احنا عارفين او زي ما حضراتكم كلكم عارفين واكتر مني، النادي الاهلي بيلعب على حاجه واحده بس، على البطوله. ما بيلعبش على حاجه تانية غير البطوله. يمكن شفنا الفترات اللي فاتت ناس عماله ايه بتشكك في بطولات النادي الاهلي، وناس تانية تقول لك ايه ما كفاياكوا بطولات بقى. خلي بالكم، انا عايز اقول لكم حاجه، النادي الاهلي غير. النادي الاهلي لو اكتفى ببطوله ما يبقاش النادي الاهلي، مش هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده نهم للبطولات، يعني بنبقى واخدين بطوله وبنبص، يعني لو حضرتك لاحظت الفتره اللي فاتت يا دوبك بنفرح ساعتين ثلاثه ونبص للبطوله اللي بعدها، مش نبص للمباراه اللي بعدها، لا، عينينا على البطوله. بناخدها واحده واحده، خطوه خطوه، انما عينينا على ايه؟ على البطوله. هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيكتفيش ببطوله وينام عليها 10 سنين زي ناس تانية، مش ده النادي الاهلي. النادي الاهلي مش ياخد بطوله ويزيط ويعمل هيصه وزيطه ويفضل يحتفل بيها 20 سنه وبعدين يخسر بقيه البطولات، مش هو ده النادي الاهلي. دي نوعيه مختلفه من اللعيبه. مع احترامي لجميع الانديه، انما النادي الاهلي غير، منظومه النادي الاهلي غير. النادي الاهلي عشان كده في حته تانية، عشان كده النادي الاهلي بينافس للعالميه. النادي الاهلي ما بيبصش بس تحت رجليه، لا. والنادي الاهلي ما بيبصش لمباراه، لا. والنادي الاهلي ما بيبصش لبطوله. في ناس تانية حضراتكم البطوله بتنام عليها سنين وسنين وتقول لك ايه ده احنا خد، زي ما يكون مثلا ايه خدوا كاس العالم. بص بالواقع بيقول ايه؟ ان انت ممكن تخسر بطوله عادي جدا. النادي الاهلي لو قعد يخسر 10 سنين مفيش مشكلة، انت عندك، انت حاطط اساس. نادي الاهلي دولاب بطولاته مش دولاب واحد بس، اكتر من دولاب، دولاب بطولاته. لو قعدنا 10 سنين ما ناخدش بطولات لا قدر الله، برضو في فارق كبير جدا 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 بيننا وبين المنافسين.